رأيكم ضيوف محتارين شو تعملوا؟ يلا نعمل البيري كرام كيك. كيكة شكلها كتير حلو وطعمها بشهي وسهلة كالعادة. يلا نعملها مع بعض. كوب ونص من أنواع البيرز المتوفرة عندكم، ممكن تحطوا كمان فراولة مقطعة. رح أحط عليهم معلقتين من السكر مع معلقة كبيرة من النشا وبحركهم بس هيك شوي، فعصتهم لينزلوا شوية سوائل. لو في فراولة مقطعة ما في داعي لأنها بتنزل سوائل. هلأ رح أعمل طبقة الكرامبل. حطيت ربع كوب من الطحين ومعلقتين كبار من الشوفان، رشة من القرفة ومعلقتين من السكر البني، ورح أحط عليهم 25 جرام يعني ربع إصبع من الزبدة الطرية، وبفركهم هيك بأطراف الإصبع. هون كنت حاطة بس معلقة واحدة من الشوفان، حطيت المعلقة الثانية وهيك صاروا جاهزين مثل الفتافيت، بتركهم على جنب. وهلأ إصبع الزبدة اللي أخذت ربعه بقي، بقى عندي 3/4 يعني 75 جرام من الزبدة الطرية. بحط عليهم كوب إلا ربع من السكر وبخفقهم مع بعض. بعدين بحط بيضة بحرارة الغرفة بخفقها، بعدين بحط البيضة الثانية وبرضه برجع بخفقها لحتى تختفي تماما. بحط البيضة الثالثة والأخيرة مع معلقة صغيرة فانيلا وبخفقهم هيك مع بعض. وهلأ رح أحط عندي 4 معالق من الزيت النباتي يعني ربع كوب من الزيت، وبرجع بخفقهم. وسر النكهة ببرشة ليمونة. وهلأ رح أحط 3 معالق من اللبن يعني الزبادي، بعدين كوب ونص من الطحين، معلقتين صغار من البيكنج باودر. صار عندي خليط الكيك جاهز، هذا هو القوام تبعه. بحتاج قالب ذو قاعدة متحركة بخيته ببخاخ الخبز. رح أنزل عندي هون خليط الكيك ورح هيك أساوي سطحه كم من طرقة. وعندي هون شوف هذا الخليط اللي تركته على جنب، شوفوا كيف صار عندي. هلأ بحطه كله، بحطه بالوسط، بحاول ما يجي على الأطراف لحتى ما ينحرق. بوزعه هيك على سطح الكيك، وبعدين بحط طبقة الستروسل أو الكرامبل يلي عملناها. شوفوا ما أحلى شكله حتى قبل ما نخبزه. بدخله على فرن درجة حرارة 180، الرف الوسط حياخد 40 لـ45 دقيقة. صار جاهز، ريحته بتجنن وشكله شوفوا قدي شكله روعة بشهي. هلأ رح أقدمه ورح أقطعه معكم لحتى تشوفوا كيف شكله. كيكة كتير بسيطة، نكهاتها بتشهي الكيكة هشة مع نكهات هيك البيرز والتوت وطبقة الكرامبل يلي فوق. جربوا هالكيكة متأكدة رح تعجبكم. إذا عندكم ضيوف اعملوها، شكلها كتير حلو للتقديم وطعمها لذيذ. بتمنى هالوصفة تكون عجبتكم، جربوها وصحتين وألف عافية.